مصر ما بتسيبش ولادها بالمناسبة. خلونا ناخد معنا على التليفون دكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك أستاذنا العزيز. زي الصحة. يعني دايما أنا أقول نعزي أنفسنا ونحتاج أولا الإطمئنان يا دكتور على أهلينا اللي عند حضرتك في مستشفى طبعاً. العجوزة في البداية زي ما حضرتك ذكرت نعزي أنفسنا جميعا في الضحايا وفي الحادث الأليم اللي أصاب بلدنا كلها وأصابنا كلنا بحزن شديد جدا. وبالنسبة للحادث النهاردة احنا أنا اتبلغت بيه شخصيا من الطوارئ حوالي الساعة 9:05 الصبح 9:10، وكانت أول عربية إسعاف داخلة عندي في المستشفى كانت حوالي الساعة 10 إلا تلت، يعني في حدود نص ساعة، يعني بالضبط على بال ما العربية تكون وصلت وشالت الحالات وجت. راحت ورجعت يا دوب على قد المشوار. يعني وقت قليل كمان مش وقت كتير، دي حاجة. الحاجة الثانية الحمد لله احنا كنا مستعدين استعداد جيد جدا، عندنا خطة طوارئ كاملة بنقابل بيها كل أي حادث أو أي موقف شديد بنتعرض ليه أو بين المنطقة اللي حوالينا بتتعرض ليه. الحمد لله تعاملنا مع الحالات، احنا استقبلنا بالظبط 26 حالة، كان في منهم 21 حالة وفاة وكان 5 مصابين. تمام. ال 21 حالة وفاة كان في منهم 10 أطفال، كان في كمان 6 سيدات و7 رجال. ست سيدات وسبع رجال. ست سيدات وخمسة رجال، أنا آسف معلش، 21 حالة. والحالة دلوقتي يعني بتاعة المصابين نقدر نقول إن لا، الحمد لله ممتازة، الحمد لله. الحالات كلها كانت جاية باختناق شديد جدا جدا لدرجة إن كان في حالة منهم حالتين احتاجوا دخول الرعايات المركزة. اوكي. والثلاث حالات التانيين احتاجوا دخول الرعاية المتوسطة والأقسام الداخلية. اللي في الرعايه المركزه كان في منهم حاله اتحطت على جهاز تنفس صناعي لانها جايه تقريبا في شبه توقف للقلب، والحمد لله مع الانعاش ومع الاجراءات اللي اتعملت الحمد لله اسعفت يعني وهتحطت على جهاز تنفس صناعي لغايه مثلا نقول لغايه حوالي الساعه 3-4 اتفصلت من على الجهاز والحمد لله ابتدت تسترد نفسها الطبيعي ولا زالت في الرعايه المركزه حتى الان. هل وصل لسيادتك اي حالات حروق ولا كانت كلها حالات جهاز تنفسي؟ الاصابات كلها اختناقات، الحروق كانت بسيطه جدا 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 في حاله او حالتين، لسع بسيط مش حرق يعني اللي هو قد يؤثر على الحياه. ربنا لطيف. اشكرك يا دكتور. ونعزي انفسنا. صحيح. ونعزي اهلنا واخواتنا المسيحيين ونعزي بلدنا كلها في الحادث الأليم. طبعا جدير بالذكر ان المستشفى اسمها مستشفى الجمعيه الخيريه الاسلاميه لمؤسسها فضيله الامام محمد عبده. نعم يا فندم. بقول مستشفى الجمعيه الخيريه الاسلاميه مؤسسها فضيله الامام محمد عبده. حضرتك هو من المؤسسين طبعا، ولكن كانت في ليها قصه وتاريخ طويل اصلا يعني، وكان في احدى السيدات الفضليات اللي كانت ساهمت بارضها يعني هي اللي ابتدت تاسيس هذه الجمعيه. صحيح. مع الفضيل وكل الناس. صحيح. بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر مره ثانيه لدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوز. المفارقه كانت تجب او تستوجب التنويه، مستشفى الجمعيه الخيريه الاسلاميه. في مصر مفيش فرق ما بين اي حد والتاني. ديانتك ما تهمش الدوله ولا مؤسساتها على الاطلاق. عدم ديانتك ما يهمش حد. اللي يهمنا هو انك مواطن صالح يحب بلاده بإخلاص مطلق بس. الحادث يظل حادث، الوفاة تظل وفاة، في النهاية المصاب مصابنا.